رسائل الأزمنة القادمة. رسائل الأزمنة القادمة. رسائل الأزمنة القادمة. برنامج يبحث في آفاق المستقبل وعوالمه المبهمة. التأليف الدكتور طالب عمران. رسائل الأزمنة القادمة. الإخراج فراس عباس. حلقة اليوم بعنوان دعوة للتماسك ودرء الخطر. كان منذهلاً وتارة تحدثه عن المركز الرئيس لمخبر تغيير سلوك البشر في القطب الجنوبي، وهو أحد أهم المراكز التي تديرها القوة العظمى في العالم والموزعة في أفريقيا وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومناطق صحراوية أخرى. كانت تارا ترغب أن يدخل على الأجهزة المتطورة يساعده الآلي الخارق داسا في فك شفراتها وإبطال برامجها القاسية على الجنس البشري. انتبه يا جاد، سترى معسكرات على الشاشة أمامك. هي معسكرات منتشرة في أغلب القواعد العسكرية في العالم، أفرادها من الدول الفقيرة. أعلن عن رغبات القوة العظمى بالتطوع في جيش بلدانها ثم إفادهم إلى ثكناتها العسكرية للتأهيل، وعند ذلك تبدأ العملية عليهم في تغيير سلوكهم. نعم، سيصبحون أشخاصاً آخرين متوحشين لا يرحمون أحداً بالأوامر التي تصلهم من قادتهم، وهم يزدادون انتشاراً. تغيير سلوكهم ليصبح سلوكاً عدوانياً ينفذ أوامر المتحكمين في العالم؟ نعم، من منظمات وجمعيات مرعبة تتحكم بمصير البشر في كوكبكم البائس. يا إلهي، أرى العديد من المشاهد التي سجلتها مركبتكم. كل ما تراه من حفلات واجتماعات خاصة وتجمعات للرؤساء وملوك في المناطق الغنية بالثروات، إضافة لمن هو قابل للتغير حتى من الأفراد الذين يستلمون مناصب صغيرة. إلى هذه الدرجة؟ إنهم يسعون لتعميم هذا التغير في السلوك البشري لتعم العالم ليصبح تحت رحمتهم، وهم ظلام لا يعرفون الرحمة، وليس في حياتهم سوى المتعة، متعة المال والجنس وإذلال الآخر. أرى جيوشاً بكاملها تصبح تحت إمرتهم. لنتابع هذا المشهد يا جاد، انتبه جيداً. سيدي الجنرال، قبضنا على المتمردين الباقين، نحن ننتظر أوامركم. قلت لي إن من بينهم أشخاصاً يرفضون فيروس التغيير؟ نعم، رغم محاولاتنا رشه في زنزاناتهم وفي طعامهم ولباسهم. هؤلاء يحتاجون عمليات أشد قسوة. كيف يا سيدي؟ تعذيب حتى الاستسلام، ثم حقنهم بأدوات التغيير.
هذا سهل يا سيدي، إن استسلموا سيصبحون أداة طيئة. تقصد أن بعضهم قد لا يستسلم؟ ربما، وهم قلة. طبق عليهم كل أنواع التعذيب وأعلمني بالنتيجة. أمرك يا سيدي. لننتقل إلى هذا المشهد المؤثر. يا إلهي، إنه تعذيب مرعب بكل الوسائل. إنهم يغيبون عن الوعي. سيستيقظ بعضهم وهو منهار، وربما استيقظ بعضهم متمنياً الموت على الاستسلام. يا إلهي، ماذا تريدون مني يا سفلة؟ أن تستسلم وتأتمر بأوامرنا. سأتظاهر بالاستسلام. أنا جاهز. الترياق لن يؤثر عليه، هو فيروسات أشد فتكاً وتأثيراً في تغيير بنية إنسانيته وسلوكه. عظيم، خذ هذا السلاح، وهو مزود بخزان معبأ بالرصاص القاتل الذي ينشر سحباً قاتلة. ستردي به جماعات متمردة في السجن. هل أنت جاهز؟ هذه كارثة، كيف لي أن أنفذها بأبرياء متمردين على هؤلاء السفلة؟ أنا جاهز يا سيدي. عظيم، خذوه إلى الساحة حيث المتمردون. حاضر. مسكين، قلبه وعقله يرفضان هذا الأمر. تأمل جيدا فيما يفعل، أنا رأيت تفاصيله. قد يكون هذا اختبارا مفبركا، سأتظاهر أنني أسدد وتنطلق القذائف نحو الزجاج فوق المتمردين. إنه رصاص زائف فعلا. سدد جيدا. أمرك يا سيدي، أمرك. الرصاص مزيف، يعني هؤلاء الناس ليسوا متمردين. إنهم يتظاهرون بالموت، يتساقطون واحدا بعد الآخر كأنه فيلم سينمائي. أحسن، أنت مذهل. الآن سوف تنفذ عملا آخر وسنضمك إلى مجموعاتنا. لا بأس يا سيدي، أنا جاهز. تابع التسجيل يا جاد، الشاب سينفذ عملا آخر دون أن يعرف، وهذا العمل خطير. حسنا، سندخل إلى مكان واسع فيه العديد من المتمردين. سنعطيك ناشر الضباب هذا، افتح إنبوته بالطرق، بعد أن تضغط على الزر فينطلق الضباب. هو ضباب سيعرضهم للاختناق للحظات قبل أن يصحوا من جديد. قد أتعرض أنا للضباب بدون أن ألبس قناع حماية. افتح الباب وافتح ناشر الضباب، سنعطيك قناع الحماية هذا. سيدي، ألن أحتاج سوى لهذا القناع؟ يبدو خفيفاً، قد لا يحميني من الضباب والسعال. ستنشر الضباب في الغرفة وتخرج بسرعة. أمرك سيدي. كانت كارثة تعرض لها مع متمردين حقيقيين. تابع ما يجري. حسنا، سينشر الضباب الفيروسات القاتلة لضمائرهم، وسيتحولون جميعا إلى أشخاص آخرين بعد أن تقتل الفيروسات ضمائرهم وأحاسيسهم الإنسانية، ومن بينهم ذلك الشاب. الغاز الناتج من هذا الضباب ينفذ إلي، أشعر برائحة غريبة. ما الذي يجري؟
إنهم يتساقطون واحدا واحدا. ما الذي يجري؟ أشعر بصداع شديد. رأسي. إنه يسقط، سيصبح طوى أيدينا. إنه شاب قوي ووسيم، قد أجعله من خاصتي. سيصبح رجلنا المفضل أداة قتل وتدمير، يطيع الأوامر وينفذها بوحشية. لماذا لا يصبح زميلا لنا؟ أقصد من المشرفين على عمليات التحول. أيتها الخبيثة، تريدينه إلى جانبك؟ مسكين، كان متمردا في داخله على هؤلاء اللوخات. انظر ماذا حدث له. تابع التسجيل. أشعر بدماغي يكاد ينفجر. ما الذي يجري لي؟ ستصبح طيعا حنونا مستسلما. سأمتلكك. هذا ضباب الفيروسي يؤثر عليهم جميعا، إنهم يتمايلون. هذه المرحلة الثانية من سلب عقولهم وتغيير سلوكهم. سيصبحون أدواتنا الساحقة في كل مكان. الشاب يتعذب وهو في داخله يرفض ما يجري له. إنه يتعذب، يضغط على رأسه ويهزه يمنة ويسرى. ما زال يقاوم. الإرادة هي التي تقاوم فرض السيطرة عليه. تابع يا جاد. إنهم يتساقطون واحداً واحداً ويغيبون عن الوعي. إلا هذا الشاب الوسيم، لم يأخذ سوى القليل من الضباب الفيروسي، لم يتملك منه بعد. تعال إلى هنا، سأريحك. إنه ينتفض. ماذا يفعل؟ هذا السؤال في داخلك يا جاد. استمع إلى ما يقوله في داخله وقد تحرر. أنا أسترد وعي. يجب أن أهرب، ولكن كيف؟ كيف؟ يا لهذه الأجساد المتساقطة، يغيبون عن الوعي. قد يصبحون جزءا من اللعبة. يا رب، يا رب ساعدني. قد أستطيع التحرر والمقاومة، مقاومة الظلم. ستظهر بالاستسلام والجنون. تعال أيها الوسيم، ستصبح مساعدي. انظر إليه، إنه يضحك كمن فقد عقله. ماذا تفعل يا مجنون؟ لا داعي لذلك، لن يؤثر علينا الرذاذ. نحن ضمن المجموعة التابعة، يعني نحن ضمن من يحملون السلوك العدواني وينفذون أوامر قادة محفلنا. سأتخلص من هذا الوغد أولاً. سأقتلك يا وغد. وقفت المرأة في وجه الرجل وأبعدت مسدسة. لم تصب الرصاصات الشاب. ما الذي حدث؟ اختفى الشاب. كيف حدث ذلك؟ كيف اخترق هذه الأبواب الحديدية؟ جمعنا كل الذين رفضوا الفيروسات القاتلة، وهم قلة في مكان تحت الأرض في هذه القارة المتجمدة. لماذا؟ لماذا يا ترى؟
قد نستطيع إنقاذهم ومساعدتهم في مقاومة ما يفعله المجرمون من تغيير السلوك البشري. إلى أين نتحرك؟ نحو معسكرات التحويل، حيث ستشهد جموع المتحولين وهم يساقون نحو التدريب على القتل والعنف. ستشهد وحشية المسؤولين عن التدريب واستجابة المتحولين لتعليماتهم، مشاهد مرعبة لم أتوقع أن أراها في كل حياتي يا جاد. نحن نطل على هذه المعسكرات، إنها في مناطق صحراوية دافئة. انتقلنا سريعاً من القارة القطبية. يا إلهي، أرى معسكرات فيها الآلاف من الناس. الآلاف في كل معسكر. سترى تدريبات على القتل والتسيب والاغتصاب، ومعاملة الأسرى في الدول التي يسيطرون عليها معاملة مرعبة لا تستطيع احتمال مشاهدتها. المرعب أن المسؤولين عن هذه المعسكرات يختارون من بين المغير سلوكهم ضحايا لتنفيذ أحكام التجارب التي ذكرتها يا تارا. سننتقل إلى معسكرات أخرى في أماكن أخرى. هذا ما يجري يا جاد. المشاهد صادمة وصعبة، وتغيير سلوك البشر في الدول الفقيرة التي يرفض أهلها الانصياع لحكامهم المؤتمرين بأوامر القوة العظمى هو الذي سيشكل كارثة هائلة على الكوكب. وليس من مقاوم لما يجري؟ تقصد بين الدول المتطورة غير الخاضعة للقوة العظمى؟ بالتأكيد، ولكن شياطين القوة العظمى يحاولون خلخلة بنيان هذه الدول. قد ينجحون إذن في خلخلة بنيان تلك الدول. هذه كارثة. المعركة طويلة وخطيرة، وقد تنتهي بحروب مدمرة للأرض. سأحكي لك شيئاً يا جاد، وأنا أرى أنك تتساءل عنه في داخلك. عن كوكب الزهرة؟ بالتأكيد، أنا متشوق لذلك. وقبل ذلك يجب أن ندخلك إلى مخابر تغيير السلوك البشري لتدمر بشكل غير مباشر برامجه لإنقاذ ما تبقى من البشر. كل التسجيلات التي رأيتها حدثت من قبل، والمشاهد التي رأيتها من تجميع ما تبقى من القوى الفاعلة قمنا بها في فترة استراحتك في المدرسة والبيت ولقائك مع عبلة. الآن ستدخل إلى المخابر بعد أن جهز داسا كل شيء بأنات ودقة لتدمير برمجيات هذه المخابر المرعبة. أنا جاهز يا ترى. وأنا رتبت كل شيء لدخولك مركز البرمجيات وكلمات السر التي تفتح لك الأبواب وتدخلك إلى الحواسيب المتطورة. وما الذي سوف يحدث بعد دخولي إذا دمرت البرمجيات؟ ستكون هناك فيروسات مفيدة بدلاً عن الفيروسات المتلاعب بها. يعني بعد نشر الفيروسات التي سندخلها سيستفيد منها الناس، ولن تحظى هذه المجموعات البشرية التي يطبقون عليها اختباراتهم المرعبة بسيطرتهم عليها، ولن يكتشفوا ذلك بسرعة، وهو المهم. نحن نحاول تأخير الخراب في كوكبكم. فهمت، أنا جاهز يا داسا. حسناً يا سيدي. أدخله داسا مخفياً دون أن يظهر على أجهزة التصوير والمراقبة حتى الشعاعية منها، فوجد نفسه أمام الكمبيوتر المركزي وكلمات السر تتدفق في ذهنه.
كان على داسا أن يبدل الفيروسات وفق الخطة الموضوعة، ولم يكن هذا صعباً عليه، وبعد أن استعد جاد للبدء بعملية النقل. عليك وأنت ضمن أقنعتك ولباسك الذي يغطي سحنتك. لا بأس، بين يدي تتدفق كلمات السر لبدء تبديل الفيروسات. انتظر حتى أعطيك إشارة البدء. ألن أبدأ سريعا؟ كأنك أجلتها، أقصد أجلت العملية؟ عدة دقائق، ربما لثلاث دقائق. لماذا هذا التأجيل؟ داسا يتأكد من نوعية الفيروسات المدمرة للسلوك ونوعية الفيروسات البديلة، وهم لم يعطوا الإشارة للبدء. أيشكون بشيء؟ لا يطابق شكلك شكل المبرمج الذي أبعدناه. داسا يعمل على ذلك، ويعمل على التأكد من الفيروسات البديلة. لا تخف، ليس هناك خطر من اكتشاف العملية. ما الذي يحدث؟ لماذا تأخرت العملية؟ ربما لأنه موجود ضمن غرفة متلاحقة الأبواب منعزلة. نحن نحاول قراءة تفاصيله في موجية. أرسل تفاصيل المبرمج المحتجز بسرعة يا داسا. وصلت التفاصيل، لا تقلقي. ما الذي جرى؟ أهناك ما يقلق؟ لا يا سيدي، وصلت التفاصيل الموجية للمبرمج، هي متطابقة مع أجهزتنا. سنعطي له إشارة البدء. ولكن لماذا التأخير؟ أهناك خلل؟ لا، هو تأخير لدقيقتين لعملية شديدة الأهمية. هذا لا يهم يا سيدي، كما يؤكد المركز الرئيسي. المهم هو نشر الفيروسات المدمرة للتماسك الإنساني لدى تلك الشعوب التافهة. كل شيء جاهز لنشر الفيروسات في هواء تلك الشعوب التافهة التي ستستنشق الفيروسات وتغير من سلوكها. حكامها جاهزون للاستفادة من ذلك. أجهزتنا الأمنية تساعدهم في تجميع من أصابته الفيروسات، وهم كثيرون، ليشكلوا أدوات تخدمنا. حتى الموت هو جزء مهم من سيطرتنا على العالم. احتجاجات الفقراء ازدادت بسبب انتشار الجوع والمرض بينهم، والآن ستتغير طبائعهم ليصبحوا جنوداً مرتزقة، يأكلون من طعام المساعدات ويحملون الأسلحة لقمع المتمردين على حكامهم. بدأ المبرمج يدخل شفراته، طائرات الدرون والطائرات المروحية وحتى طائرات النقل بدأت بإلقاء الفيروسات. ستكون هناك نتائج مرعبة يا سيدي. We'll be right back.
وبطريقة احترافية خرج جاد كما دخل، وعاد المبرمج الأصلي الذي مسح داس ذاكرته وخرج من مكانه لتلقي التهاني من مدرائه ومسؤوليه، وهو يعتقد أنه قام بعمل جبار. وانطلقت المركبة الفضائية الغريبة بجاد إلى مكان آخر. ربما استيقظت أمي. لا تخف، عندما تعود ستستيقظ. سأحكي لك قصة مجيئي إلى كوكبكم. نحن من كوكب تغلفه السحب، يومه 245 يوماً من أيامكم. الحرارة داخله تقترب من 500 درجة مئوية. نعيش تحت الأرض في أنفاق وبيوت يخزن فيها كل شيء. ولا حياة على السطح؟ بالتأكيد، هناك زواحف كبيرة الحجم وقبائل تشبه البشر، ولكنها بدائية، تعيش في المناطق القريبة من قطبي الكوكب. كان الكوكب من قبل صالحاً للحياة، قبل أن نتعرض لهجوم بربري كما يحكي أجدادنا. كان هجوماً بأسلحة ذرية مدمرة في عدة مناطق من الكوكب. هجوم؟ من قبل من؟ من قبل كائنات مجهولة تعرفنا إليها فيما بعد. هي كائنات تسكن كوكبكم الأزرق قبل نحو 1,000,000 سنة. تملك تقنية مرعبة، أرسلت لنا رسائل كما هو مدون في تاريخنا، لنفتح لها المجال للهبوط على كوكبنا. والذي حدث يا جاد، سنتعاون معا في تطوير الحياة عندكم، ونحن نرى تطوركم الكبير. لا نستطيع استقبالكم قبل أن نتأكد من أنكم مسالمون. بالطبع نحن مسالمون. لماذا نحن؟ ليس لدينا مساحات صالحة للسكن، ونحن لدينا اكتفاء ذاتي بكل شيء، ونعيش في وئام وسلام. لدينا الكثير من الإنجازات التي يمكننا تقديمها لكم دون مقابل. نحن مكتفون بإنجازاتنا، وهي تتطور دائماً. اسمع أيها الجد كما يلقبونك، وأنت حكيم الكوكب، سنعطيك مهلة ليست طويلة للقبول بنا، وإلا سندخل عنوة إلى كوكبكم. أشرار القليلين خونة، لا نريدهم، إنهم غزاة، إنهم غزاة. هذا ما جرى يا أبنائي، يبدو أنها كائنات لا تنشد السلام. زعيمها وجه إلينا إنذاراً بالقبول بعرضه، وإلا سيهبطون عنوة على كوكبنا. لن نسمح لهم بدخول جونا، نستطيع إبعادهم بتقنياتنا، وأعتقد أن الجميع هنا مع هذا الرأي أيها الجد. سنقاومهم. سنجتمع أفراد المجلس الاستشاري للاتفاق على جواب واحد لتلك الكائنات الغامضة. بدأت أجهزتنا تدرس هذه الكائنات عن طريق وسائطنا الدقيقة المنتشرة في الجو.
وماذا حدث بعد ذلك يا تارا؟ هل كان لديكم أجهزة تحسسية حول الكوكب؟ هناك كائنات دقيقة تنتشر في السحب العالية، هي التي تساعدنا في نقل كل ما يحيط بنا. كائنات رغم دقتها ذكية، تتحسس الخطر، ونحن بآلية متطورة نسجنا لغة خاصة معها، لغة غريبة لا مجال لشرح تفاصيلها. كأنك تتحدثين عن كائنات ذكية جدا ودقيقة. هي في حجم النحل عندكم، تجمع ركام السحب لتصبح خلايا تحتضن بيوضها وجماعاتها. أليست تلك السحب حارة؟ كيف لها أن تعيش فيها؟ لم تكن تلك السحب حارة، ولم يكن الكوكب كما هو الآن. الذي حدث أن الغرباء أصروا على الدخول، ونقلت تلك الكائنات الصغيرة بتحسساتها المتطورة تفاصيل عنها، ومن أنها كائنات عدوانية. حاول بعض الغرباء اقتحام كوكبنا، فطردناهم بأمواجنا الصاعقة، وأعادوا المحاولة عدة مرات ففشلوا، وتلقينا إنذارا منهم إن لم نفتح لهم المجال للدخول. سيدمرون الكوكب. نعم، وجمعنا الجد من جديد. يا أبنائي، نعم. كما وصلنا من الكائنات الدقيقة أن الغرباء يمتلكون أسلحة مدمرة، وأنهم جاءوا للسيطرة على الكوكب. وماذا سنفعل أيها الجد؟ نصحتنا الكائنات المستشعرة الدقيقة بالدخول في أنفاق الكوكب حتى نأمن شر أسلحتهم المدمرة، وجمعتكم لأقول لكم أن تلجأوا سريعاً وخلال وقت قصير للهبوط إلى أنفاقنا التي وضعنا فيها كل كنوزنا وتاريخنا وتراثنا. أسمعتم؟ لا مجال للتأخير. هيا، الجد الحكيم يقترح الهبوط إلى الأنفاق. تحركوا. هيا. هذا ما جرى. هبطنا إلى الأنفاق مع كل المؤن والاحتياجات دون أن نترك شيئاً على سطح الكوكب سوى الأبنية الخالية المهجورة. هذا ما حدثنا به أجدادنا. وحدثت الكارثة. كان أجدادي دقيقين في كل شيء، وهم يتوقعون هجوماً مرعباً، ولكن الذي حدث أن أربع قنابل مدمرة ضربت كوكبنا من جهاته الأربع، شمال، جنوب، شرق، غرب، دون أن ننسى تجميع الكائنات التي أنقذتنا في مجمعات كخلايا النحل لتكمل دورتها الحياتية. وهكذا دمر الكوكب. في تاريخنا أن تلك القنابل المدمرة أطلقت بعد انفجارها سحباً تراكمية كالفطر، انتشرت في كل الكوكب، وبسبب حرائق الغابات والنباتات والأشجار المتكاتفة وفي داخلها حيوانات مسكينة ضخمة، تشكل حول الكوكب غلاف من السحب المتراكمة الشديدة السمية، ولم نستطع معالجتها من السموم، وقد طرأ على الكوكب ارتفاع مرعب في درجات الحرارة. ألم يؤثر ذلك على دوران الكوكب حول نفسه؟ الذي أعرفه أن يومنا ظل كما كان، وقد نشرنا كما يؤكد أجدادنا الكثير من المواد المستنبطة من الغازات المضغوطة للتقليل من سمية الجو. حتى بعد سنوات طويلة تعد بآلاف السنين من سنوات كوكبنا، حيث أصبح الجو قليل السمية، ولكن السحب ظلت تخيفنا ولا نخترقها إلا بمركبات كتيمة. وهل عادت الكائنات الدقيقة لتتجمع في السحب؟ بالتأكيد لا،
انتشرت بعد الخلاص من سمية الجو في الغابات التي عادت للنمو من جديد وسط نهوض الحياة البرية والمائية المختلفة داخل أجوائنا. هي قصة غريبة. اسمع يا جاد، يطلبونني في المركبة الكبيرة التي تدور حول كوكبكم والمختفية عن أجهزة الرقابة أن أعود إلى هناك. لم توضحي لي كيف سينقرض البشر عندنا؟ ما دامت القوة الجائرة تخطط للقتل والاستعباد ونشر المرض بين من يتمردون عليها، وما دام المال والثروات لعبة بين أيدي زعماء هذه القوة، فهي ستتمدد وتتوسع ويسود الظلم كل مكان، وهو بداية للانقراض. فهمت. ألا أمل إذن؟ ما دام في هذا الكوكب أناس مثلك يا جاد، سيؤخرون الكارثة الكبرى، وأتمنى ألا تحدث أبداً. ما رأيته معك يا ترى لا يبشر بخير أبداً، ولكن سيظل الأمل مورقاً في قلوبنا. شعر جاد بالحزن، وتارة تودعه وتوصيه بالحرص والقوة، وقد علمته الكثير ولن ينسى كلماتها الأخيرة قبل أن تختفي. ستتزوج من عبلة، وستنجبان الأولاد وستعلمانهم استخدام العقل ومقاومة الشر، وقد تنجح الأجيال في إيقاف زحف الانقراض. وجد نفسه في غرفته وقرع على الباب الخارجي ليجد عبلة أمامه. عبلة، قلقت عليك، حاولت الاتصال بك، لم يرد هاتفك. يا ترى أنت من دفعتها للقدوم إلي. أهلا بك يا ابنتي. أسفة يا خالة، كنت نائمة؟ لست أدري كيف شعرت بالنعاس ونمت. لا تؤاخذيني يا ابنتي، رأيتك في أحلامي أنت وجاد وحولكما أطفالكما. أما أخجلت الصبية. لم أقصد والله، ولكن هذه فرصة لأخذ الموافقة منك على الزواج من جاد. أمي أرجوك، ألا ترين حمرة الخجل على وجهها؟ لا بأس يا خالة. سأعد القهوة. آسفة إن أحرجتك. أرى عيني لائمتين وهي ترمق جاد بحب واضح. بعد يومين طلب جاد ووالدته عبلة للزواج، ولم يمانع الأستاذ عارف، بل وجدها فرصة مؤاتية للفرح بعد أيام الحزن والتعاسة التي تعيشها المنطقة. وجاد مبرمج مشهور قد يساعده كثيراً في إدارة المدرسة. وبين الأثير كانت تارا وداسا في المركبة الأم مع الطاقم الذي يدير تقنياتها، ينطلقون عائدين إلى الزهرة، وفي داخل تارا أمنيات بألا يرى الانقراض سبيلاً لكوكب الأرض.
المدة التي قضيناها مع جاد أعطته المعلومات المناسبة ليقاوم الخراب مع الآخرين، وهو وضع ليس سيئاً يا سيدتي. معك حق يا داسة. وأرى أن جاد سيتزوج من عبلة كما رغبتي، فهي ملائمة له، وربما ساعد ذلك في ترميم خروقات الشر. أرجو ذلك، أرجو أن ينجح سكان كوكب الأحزان بالتماسك ضد طغيان القوى المسيطرة التي لا تعامل الإنسان إلا كرقم يجب أن يعمل لخدمة مصالحها. كان العصر مرعباً، والعام 2051 يقترب من بدايته، والأرض تعيش في أشد أوضاعها. في الأسبوع المقبل نلتقي مع حلقة جديدة من حلقات مختلفة بقصصها وتفاصيلها تحمل بعض التفاؤل رغم العتمة وإصرار البعض ألا يرى هذه العتمة تمتد بطيئاً بطيئاً. إلى اللقاء مع حلقة جديدة من رسائل الأزمنة القادمة. كانت حلقة اليوم بعنوان دعوة للتماسك ودرء الخطر. في الأسبوع المقبل نلتقي مع رسائل الأزمنة القادمة.